إذا كنت تتحرك بسرعة كبيرة في الكون، لن ترى ألوانا مختلفة فحسب، بل سوف تصبح الأشياء الغير مرئية لك مرئية. سيكون الوقت والمسافة والزوايا ووجهات النظر مختلفة وغريبة عزيزي المشاهد. فهذا يدعو للتساؤل حقا، هل هناك حقيقة موضوعية حقا؟ وقد تعتقد أن ما نراه هو واقع بدون حركة، ولكن ما هي الحركة الصفرية؟ كل شيء على الأرض والكون يتحرك بالنسبة إلى شيء آخر. فقد تكون هناك كائنات فضائية تعيش على كواكب تتحرك بسرعة كبيرة على نجم فائق الثقال، وسيكون الوقت والضوء مختلفين بالنسبة لهم، لكنهم قد يفكرون في ذلك على أنه واقعهم الموضوعي. غريب أليس كذلك؟ فلا توجد حقيقة موضوعية مطلقة في الكون. وما هو صحيح حقا عزيزي المشاهد هو أن كل شيء نسبي. السلام عليكم عزيزي المشاهد، كيف حالك؟ ومرحبا بك في قناة المدفاة. فإذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، فدعني أعرفك بمحتوى القناة أولا. فهو ببساطة محتوى علمي، نبحث ونكتب ونلخص ونبسط لك المواضيع العلمية لتفهمها أنت عزيزي المشاهد. ولو أحببت دعم المحتوى الذي نقدم، اضغط على زر سوبر تانكس الموجود على شكل قلب تحت الفيديو، وأن تقوم بالإعجاب ومشاركة الحلقة مع أصدقائك، لأن هذا سيساعد بإيصالها إلى عدد أكثر من الناس وتستفيد منها إن شاء الله. لنبدأ. فعندما يرى معظمنا العالم من حولنا، نراه في عدد لا يحصى من الألوان المختلفة. فالبصر هو أكثر الحواس السائدة لدى معظم البشر، ولكن هذا الضوء الذي يمكننا رؤيته هو مجرد جزء صغير من جميع الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في الكون، والجزء الذي يتردد فيه تردد الموجة الكهرومغناطيسية بين 4.3 × 10^14 و 7.5 × 10^14. ويحتوي هذا الطيف أيضا على أي تردد آخر يمكن تخيله. على سبيل المثال، الضوء الذي لا يمكننا رؤيته مثل موجات الراديو والميكروويف والأشعة تحت الحمراء والأشعة البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما إلى غير ذلك. فالضوء عبارة عن طاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية تحكمها معادلة الطاقة البسيطة هذه، حيث هي الطاقة وأشوة ثابت بلانك وفي هو التردد أو مدى سرعة الموجة. فالموجات الكهرومغناطيسية التي يمكن رؤيتها ليست شيئا مميزا كما تنص معادلة الطاقة البسيطة هذه. فجميع الأطوال الموجية المختلفة متساوية بشكل أساسي، باستثناء أن حقيقة الموجات ذات الترددات الأعلى تكون أكثر نشاطا من حيث المبدأ، وهذا كل شيء عزيزي المشاهد. فالضوء عزيزي المشاهد مصنوع من أجسام عديمة الكتلة تسمى الفوتونات، والفوتونات عزيزي المشاهد جمع فوتون، وهو الوحدة الأساسية للضوء، وهو كميات من الأشعة الكهرومغناطيسية المتناهية في الصغر، وهي تنتقل بالسرعة القصوى المسموح بها في الكون، وهي سرعة الضوء. فالكون لديه حد للسرعة التي يمكن أن تتدفق المعلومات فيه من جزء إلى جزء آخر، ويحافظ هذا الحد المحدود لمعدل نقل المعلومات على السببية في الكون، وتمشي الأمور كما هي ولا تحدث أي خوارق عزيزي المشاهد. فأظهر لنا العالم ألبرت أينشتاين عزيزي المشاهد أن العالم الذي نعيش فيه عالم نسبي حسب النسبية الخاصة، كما ذكرنا في الحلقات السابقة، حيث يمكن للعالم أن يبدو مختلفا تماما عندما تقترب من هذه السرعة القصوى أي سرعة الضوء، ويعتمد على السرعة التي يمكن أن تتحرك بها مقارنة مع شخص آخر. ونحن لا نرى هذا العالم عزيزي المشاهد، لأن السرعة التي نتحرك بها ضعيفة جدا مقارنة مع سرعة الضوء أي السرعة القصوى للكون. فهناك من سيقول أن هناك سرعة أخرى أسرع من سرعة الضوء، التشابك الكيمي عزيزي المشاهد، فدعنا منه الآن، دعنا نركز فقط على سرعة الضوء. ماذا سيحدث إذا كانت السرعة القصوى أقرب إلى السرعة الأرضية التي اعتدنا عليها؟ أو بمعنى آخر عزيزي المشاهد، ماذا سيحدث إذا اقتربنا كثيرا من سرعة الضوء؟ حسنا، سندخل في عالم سيكون غريب جدا، حيث لا يظهر الشيء كما هو عندما نقف في تلك السرعة. فماذا سنرى؟ ولماذا ستظهر الأشياء بتلك الطريقة؟ لذلك دعنا نوضح ذلك في مثال بسيط عزيزي المشاهد. فعندما تكون تمشي وتصادف سيارة إسعاف أو سيارة إطفاء بالخارج، المهم، فعندما تقترب منك تصدر صفارة الإمضاء ضوضاء عالية جدا، ولكن بعد مرورها تتحول إلى ضجيج منخفض الحد، فيتوسط الصوت في الهواء بسرعة محدودة. فعندما تسمع صفارة الإنذار،
فإنها ترسل موجة دائرية. ولكن نظرا لأن مركبة الطوارئ تتحرك أيضا، يتم إرسال كل واجهة لموجة من موقع مختلف أثناء تحركها، وهذا يعني أن واجهة الموجة تتجمع معا وينتج عن هذا موجة تردد أعلى، بحيث تسمع صوتا أعلى حتى يصل للحد، وبالمثل تتباعد جبهات الموجة في الاتجاه المعاكس وينتج عن هذا تردد أقل أو صوت منخفض. ويتم شد الموجات الصوتية ببساطة في الاتجاه المعاكس وضغطها في الاتجاه الأمامي، أي التردد الناتج أعلى في المقدمة وأقل في الخلف، وهذا ما يسمى عزيزي المشاهد بتأثير دوبلر. فعلى الرغم من أن مصدر الضوضاء لا يتغير، إلا أنه سيبدو مختلفا لأن هذا المصدر يتحرك بالنسبة لك أي المراقب، ويحدث شيء مشابه بالنسبة للضوء ولكن على نطاقات أكبر بكثير. نظرا لأن الضوء عبارة عن موجة تماما مثل الصوت، فإنه يعمل بطريقة مشابهة جدا. لكن عزيزي المشاهد، تأثير دوبلر هذا يمكن مراقبته فقط عندما يقترب مصدر الضوء مقارنة بالمراقب من سرعة عالية جدا، فلا نراه على الأرض لأن سرعة عزيزي المشاهد في القيادة أو الطيران ضعيفة جدا، فهي جزء صغير من سرعة الضوء، ولكننا نراه في الكون. فإذا نظرنا من خلال تلسكوب قوي فسنرى أن معظم المجرات لونها سيكون يميل نحو اللون الأحمر، أي يتم تمديد الطول الموجي لها تماما. عزيزي المشاهد، عندما تتحرك سيارة الإسعاف بعيدا عنك يبدأ الصوت بالتلاشي، وبالمثل يحدث هذا الانزياح الأحمر لأن المجرات تبتعد عنا. الآن يجب أن أذكر أنه في حين أن معظم المجرات يتم انزياحها إلى اللون الأحمر، فإن القليل منها يتحول إلى اللون الأزرق أيضا، وهذا ما يسمى بتأثير دوبلر النسبي. فنحن لا نلاحظ ذلك في السرعات الأرضية، ولكن ماذا لو تمكننا من بناء مركبة فضائية فائقة السرعة بسرعة تقترب من سرعة الضوء؟ ففي هذه الحالة عزيزي المشاهد، سوف يحدث الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، حيث سيبدأ تأثير دوبلر النسبي في تغيير طريقة رؤيتك للعالم مقارنة بالشخص الذي لا يتحرك. فماذا سترى؟ حسنا، فكما ذكرت الضوء عبارة عن موجة، وعيوننا وعقلنا خلقها الله سبحانه وتعالى لتفسير موجات الضوء من موجات معينة مثل الألوان التي لدينا دراية بها. وبالتالي إذا كان لدينا موجة ضوئية بتردد 3.4 في 10^14 أو طول موجة 700 نانومتر، فإن دماغنا يفسرها على أنها ضوء أحمر. لكن لنفترض أنك تسافر في مركبة فضائية وهناك إشارات مرور في الفضاء، فقط مثال عزيزي المشاهد، فربما يكون قطاعا مزدحما في الفضاء، فإذا اقتربت منه ببطء فسوف ترى ضوء التوقف بكل وضوح. ولكن ماذا لو كنت تقترب بسرعة كبيرة بجزء مثلا 20% من سرعة الضوء؟ فماذا ستفعل إذا رأيت ضوءا أصفر؟ نعم عزيزي المشاهد، سيصبح الضوء أصفر. فلماذا حدث هذا؟ فقط تابع معي عزيزي المشاهد وسوف أشرح لك هذا بكل وضوح. فما سيحدث حقا عزيزي المشاهد هو أنك إذا كنت تتحرك بسرعة 20% من سرعة الضوء، فإن الألوان التي لا تراها ستكون مختلفة عن الألوان التي لا تزال ثابتة، وسيبدو لك الضوء الأحمر من إشارة المرور باللون الأصفر، فعندما ستقترب منه فعينك لا تزال كما هي ومصدر الضوء لا يزال كما هو. ولكن تأثير دوبلر النسبي يغير ما تراه، ويمكننا حساب الضوء اللوني الذي ستراه بهذه الصيغة، حيث لامدا إغ هو الطول الموجي للضوء الذي نراه، ولامدا إس هو الطول الموجي لإشارة المرور لشخص واقف ثابتا، وبيتا هي السرعة مقسومة على سرعة الضوء، وستكون قيمة لامدا إس 700 نانومتر في هذه الحالة، والتي تتوافق مع الضوء الأحمر. وإذا عوضنا بالأرقام فسنجد أن قيمة لامدا إغ تبلغ حوالي 572 نانومتر، وهو ما يتوافق مع الضوء الأصفر. أرأيت عزيزي المشاهد، كل شيء نسبي، ولكن نظرا لأنها حمراء بالنسبة للمراقب الثابت يجب عليك أن تتوقف وتتأكد بنفسك. ولكن قد يحدث شيء أكثر خطورة إذا اقتربنا بسرعة الضوء بنسبة 25%، فستكون عندها لامدا إغ في هذه الحالة 542 نانومتر، وهو ما يتوافق مع الضوء الأخضر. لذا فإن ضوء اللون الأحمر سيبدو في هذه الحالة ضوء أخضر. الآن ماذا سيحدث إذا تجاوزنا إشارة المرور بنفس سرعة الضوء البالغة 20%؟ كيف سيبدو الضوء الأحمر بالنسبة للنافذة الخلفية؟ ويمكننا استخدام صيغة مماثلة لمعرفة لون إشارة المرور التي نلاحظها من النافذة الخلفية. المعادلة هي نفسها ولكن الإشارات تتغير. سيكون لامدا إغ في هذه الحالة 857 نانومتر، وهو في نطاق الأشعة تحت الحمراء. لذا فإن إشارة المرور لن نرى فيها أي شيء، ولن نرى الضوء الأحمر على الإطلاق، لأن أعيننا لا تستطيع رصد
ضوء أشعة تحت الحمراء، فلذلك سوف تبدو إشارة أنوار معطلة أو لا تعمل. وبطريقة مماثلة، بعد ضوء الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة بشكل طبيعي في الكون، ولكنه غير مرئي بالنسبة لعيون المراقب الثابت، وسيبدو ملونا بالنسبة لمراقب المتحرك علامة سفينة الفضاء، لأنه تماما مثل الضوء الأحمر الذي ينتقل إلى اللون الأصفر واللون الأخضر. وسوف تنتقل الأشعة تحت الحمراء إلى طيف الضوء المرئي عالي التردد. وبالمثل، فإن الضوء فوق البنفسجي الطبيعي عالي الطاقة والذي سيكون غير مرئي بالنسبة للمراقب الثابت قد يتحول إلى نطاق المرئي إذا كنا سنراه من النافذة الخلفية. لذلك قد نرى أشياء وألوانا غير متوقعة بالنسبة لسفينة الفضاء الخاصة بنا. ومع ذلك فإن تأثير دوبلر هذا هو أحد أكثر الأشياء غرابة التي قد تحدث عندما نتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. ولكن عزيزي المشاهد، ماذا سيحدث عند النظر من النافذة الجانبية للمركبة الفضائية؟ وماذا سيحدث للطول والوقت بالنسبة للمراقب المتحرك؟ فهذا هو ما سيكون حلقتنا القادمة إن شاء الله. مع السلامة.